حركة حماس تعود إلى استعمال أرض الجنوب اللبناني منصة لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل بعد اختفاء أنشطتها العسكرية هناك لأكثر من شهرين. عودة تشير وفق مراقبين إلى أن الأيام المقبلة ستكون صعبة ومفتوحة على خيارات عدة مع تعثر المفاوضات حول غزة والجنوب، وهو ما ينبئ بوضع متفلت وصعب عسكريا بين إسرائيل وحزب الله وأدواته في الجنوب اللبناني، أي حماس وغيرها من الفصائل العاملة هناك. إذن عودة أنتجت تهديدا إسرائيليا جديدا أطلقه بيني غانتس الوزير في حكومة الحرب، إذ قال إن الجيش يقترب من ساعة الحسم عند الحدود مع لبنان، حيث التحدي الأكبر يستوجب التعامل العاجل معه. ولكن بعيدا عن تلك التطورات الآنية، فقد أعادت صواريخ حماس إلى ذاكرة اللبنانيين ما عرف في سبعينيات القرن الماضي بفتح لاند أو أرض فتح، والتي كان يقصد بها منصة عمل عسكرية فلسطينية ضد إسرائيل. فهل لبنان بات أمام حماس لاند؟ ثمة من يتوقع تأسيس مرحلة جديدة من المواجهة بأمر من حزب الله قد تطيح بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 ورسم قواعد الاشتباك بين الحزب وإسرائيل، بيد أن أصحاب ذلك التوقع يسجلون وجود فارق كبير بين المرحلتين، يكمن في أن فتح كانت اللاعب الرئيس حينها، وبعض اللبنانيين كانوا تابعين لها، على عكس واقع اليوم بين حزب الله المسيطر على أرض الجنوب وحركة حماس التابعة له هناك. أما فيما يعتبر تعزيزا لأوجه الشبه بين المرحلتين، ولا سيما في سياق التداعيات على الداخل اللبناني، يتحدث تقرير أعده موقع جنوبية كيف أن بلدة الهبارية المقربة من الحزب كانت تتعرض لغارات إسرائيلية، في حين كان أهالي بلدة رميش المعارضة له يتجمعون اعتراضا على تمركز عناصره على إحدى تلالها. مقارنة تضع لبنان وفق التقرير أمام فوضى أهلية يختلط فيها السلاح بالخوف منه.